السلام عليكم، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات بي اتش بي. في الفيديو اللي فات شرحنا الـ if statement وتعلمنا ازاي نستخدمها وخدنا أمثلة عليها وخدنا الـ short if. في الفيديو ده ان شاء الله هنشرح الـ switch statement وهي جملة شرطية برضو وسهلة وبسيط زي الـ if بالظبط. لو فتحنا تاج بي اتش بي عادي وكتبنا ان ايكوال 3 هنكتب هنا سويتش ان بس، يعني ما بكتبش كونديشن جوه سويتش، لا انا بقول ان قيمة ان جوه سويتش وافتح قوس كأني بقول اف بالظبط. بستخدم هنا كيورد تانية اسمها كيس، بقول له في حالة ان الان دي بتساوي كذا طبق لي الامر ده ازاي. بقول له كيس 3 مثلا واحط كولون واطبق لوجيك معين تحت الكيس ده. بالمناسبة يا جماعة لوجيك يعني أمر معين أنا بنفذه، زي كأني بقول if لو الأمر ده طبق لي حاجة معينة، طبق لي لوجيك معين، فأنا بقول له كيس طبق لي اللوجيك ده. بمعنى إن أنا بقول له في الكيس إن ال n بتساوي 3 اطبق لي ال n بتساوي 3 وأحط سيمي كولون وسيب واروح للبراوزر واعمل ريلود، هلاقي طبع لي قيمة ان بتساوي 3. طيب انا لو عايز اعمل زي إلس اف هعمل ايه؟ منتهى البساطة حط له كيس جديدة، كيس انها بتساوي 2 مثلا كولون وطبق لوجيك معين ايكو ان بتساوي 2 سيمي كولون وسيف وأغير قيمة أو أسيبها كده وأشوفها في البراوزر، أعمل رود ألاقي طبع لي إن إن بتساوي 3 وإن بتساوي 2. الله، طب هنا طبع لي قيمة الاتنين ليه؟ هقولك ليه، تعال نشوف الكود. انا هنا بقول له في الكيس دي اطبع لي قيمة 3. جميل، فهو هيدخل يطبع القيمة دي ويكمل بقية اللوجيك طيب انا عايز اقول له ان انت لما تلاقي الكيس دي اعمل لي اللوجيك ده وقف لحد هنا، ما تكملش للكيس اللي بعدها. هنستخدم نيو كيورد اسمها بريك، هنحط بعد اللوجيك بتاعنا كلمة بريك سيمي كولون، كمان هنحط بريك هنا ونسيب. لو رحنا البراوزر دلوقتي وعملنا ريلود هلاقيه طبع لي ال n equal 3. جميل جدا جدا جدا، لحد هنا أظن مفهوم. طيب انا لو غيرت قيمة ال n خليتها باتنين وسيفت ورحت البراوزر تاني وعملت ريلود هلاقيه بيقول لي ال n equal 2. جميل جدا جدا جدا، لحد هنا مفهوم. طيب جميل، لو انا عايز اقول له ال n لو بتساوي اي رقم تاني غير 3 و2 اطبع لي الحاجة الفلانية زي else في ال if statement، هقولها ازاي؟ هقول له كلمة ديفولت، هقول له كلمة ديفولت كل وطبق اللوجيك اللي انا عايزه اللي هو ايكو ان نوت ايكوال 3 اند ان نوت ايكوال 2. مش محتاج هنا احط بريك لان دي اخر السويتش، فانا مش محتاج هنا احط بريك، اسيب واروح للبراوزر
اعمل ريلود الاقيه طبع لي قيمة 2، لان هنا ال n اصلا بتساوي 2. طب اغير قيمة ال n خليها مثلا ب5 وسيف، الاقيه بيقول لي ان ال n not equal 3 and ال n not equal 2. ده يا جماعة كان درس switch statement، اتمنى يكون سهل ومفهوم، ولو حد عنده اي استفسار يسيبولي في الكومنت وانا هرد عليه. اشوفكم في الفيديو اللي جاي.